بالنسبة لغرفة الصناعات التقليدية لولاية سكيكدا، فإن مسار التكوين والتمهين في مختلف الشعب والمجالات متواصل بالتعاون مع مختلف الجمعيات والحرفيين. اليوم رانا نشرف على اختتام يعني تخرج دفعات متكونة من أكثر من 30 متربصة في الحلويات التقليدية والعصرية، وهذا يدخل في إطار الاتفاقيات المبرمة ما بين الغرفة والحرفي المعلم، وهذا يعني تزامنا مع يعني الدخول الاجتماعي والدخول يعني التكوين المهني، مما يزيد يشجعنا اكثر لنمضي قدما في مختلف التكوينات. هنا بتملوس وغيرها تتواصل مسارات التكوين في مختلف المجالات، وبرسم موسم 21/22 اتفاقيات تعاون اخرى قصد إدماج شرائح أخرى من المجتمع في سوق العمل. وفتحنا آفاق جديدة في مدينة بلدية تملوس. طبعا أول تجربة كانت بدايتها هي أنا، وطبعا أنا مش كنت في المجال هذا، كنت يعني كنت جمركية وحبيت هذا المجال ابتداء من عائلتي الصغيرة حتى خرج إلى العائلة الكبيرة اللي هم الآن طالبات نتاعي. بارك الله فيها، تعلمنا حوايج بزاف من عندها وتخرجنا والحمد لله. ما كنت نعرف والو هكذا، من بعد كي دخلت عندها الحمد لله ارتحت، ولات هي بيتي الثاني، ومعناها تعلمت بزاف حوايج الحمد لله. دوك وليت اي حاجه نخدمها معاها نطبقها. اهتمام متزايد بالتكوين عبر مختلف المراكز والمعاهد الوطنيه والخاصه، واقبال اكبر على مجالات الصناعات التقليديه بدعم من الحرفيين ومرافقه من غرفه الصناعات التقليديه.